بعد أفلامها التي لاقت شهرة عالمية كفيلم فريدا، تعود تشيرلي تايمر للتطرق إلى مواضيع شكسبير، وهي اختارت العاصفة. هيلين ميرين تقوم هنا بدور بروسبيرا. لا أعتقد بأنك ستتعلم له أي شيء من شكسبير، لأن ذلك يعطي الانطباع بأنك على مقاعد الدراسة، لكن كون شكسبير لامع ومثير، عندما تتطرق إليه ستعشقه طوال حياتك. ألان كومينغ يقوم بدور سيباستيان، شقيق ملك نابولي. Most unfit to live. I have made you mad. أعتقد أنه محدود، فهو لا يفهم أن الرجل يطلب منه على الدوام القيام بشيء ما. استوحيت من الأمير أندرو، فهو بسيط على ما أعتقد. ربما لا، لكن هذا انطباعي. العاصفة عبارة عن دراما كوميدية من 5 فصول تصور دوقة ميلانو بروسبيرا بعد أن فاها شقيقها، وتجد نفسها مع ابنتها ميراندا على جزيرة معزولة، وتتواصل السيطرة على العناصر الطبيعية والأرواح. تركتني أرتجل بعد شيء، لأن جولي مخرجة مبتكرة، وهي تؤمن أنه في الكوميديا يجب التفاعل مع الجمهور، والعناصر الكوميدية تسمح بالارتجال كما في الوان مان شو هذه الأيام. الفيلم سيكون قريبا على الشاشات الأوروبية. We have such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.